الأسباب النفسية اللي بتخلينا نكتم مشاعرنا، صح يا رحمة؟ صح. طب أول سبب بقى يا رحمة؟ أول سبب نفسي خلينا نكتم مشاعرنا هو إن إحنا نبقى حساسين بزيادة، أو بنبقى مش عايزين نطلع مشاعرنا علشان محدش يفهمنا غلط مثلا، أو محدش يقولنا إيه اللي أنت بتقوله ده. على فكرة دي مشاكل عادية مقارنة باللي أنا بعدي بيه مثلا. إحنا بنشوف ده كتير جدا على فكرة يا عمرو وفاروق، ساعات بتبقى بتحكي حاجة أنت حاسس بيها أو مشاكل أو أي حاجة، وتلاقي اللي قدامك قالك هو ده الموضوع؟ لا على فكرة أنت ما تعرفش حاجة، أنت لو حكيت لك اللي عندي على فكرة. يا جماعة بطلوا تعملوا كده، بطلوا تعملوا كده، علشان كل حد فينا. احنا طول الوقت بقول موضوع الحقنة، ساعات بتلاقي شخصين نفس السن بنفس الليفل الاجتماعي بنفس الليفل الفكري بنفس كل حاجة بياخدوا حقنة، كل حد فيهم نفس الدكتور، واحد بتوجعه واحد ما بيحسش بحاجة. فاحنا كل حد فينا بيحس بالحاجات زي بتتقال يعني مختلفة عن بالظبط. بصوا شباب، بصوا شباب، هو الفكرة في الموضوع برضو من ضمنها الرفض من الآخرين. يعني إيه؟ يعني لما يكون جوايا إحساس معين وشعور ما أنا ببقى عايز ممكن أقوله، بس إحساس داخلي إن عمرو ممكن لو قلت له الكلام ده هيبقى فيه رفض، الموضوع هيبقى فيه نوع من أنواع السخرية أو الاستهزاء، فبتجنب خلاص، أقول إيه لا هكتفي بمشاعري الداخلية ليا وخلاص. وبيحصل الواحد بيكتم مشاعر داخلية مش بيبوح بيها للآخرين علشان خاطر ما يحصلش نوع من تقليل للمشاعر اللي بيقولها دي أو يقللوا منه. فطبعا الواحد هنا بيحصل له نوع من أنواع الحواجز، بيبقى عامل حاجز خلاص وساتر مع اللي حواليه علشان خاطر ما يعبرش عن الداخلي جواه. وزي ما انت قلت يا رحمة، وزي ما انت قلت يا عمر، إن الموضوع برضه في الآخر خالص بتطلب مننا ان احنا نسمع بعض، بتطلب مننا ان احنا يعني نساعد بعض. وحتى لو على فكرة لو مفيش حتى نوع من انواع الاحساس بمشكلتي مثلا او بمشاعري، على الاقل حتى الاقي المساعده حتى لو بكلمه، ولو ما فيش المساعده يبقى اتجنب الموضوع خالص، ويا اما اصمت او يا اما ما اقولش حاجه ممكن تزود الموضوع اكتر عند الراجل اللي بيحكي لك مشكلته. ده حقيقي.